وكان قرار اني اترك السوشيال ميديا قرار بعت معه كل الحياة تقريبا يعني ما عاد في شيء مهم في الحياة، ما عاد في شيء مهم، الشهرة مو مهمة، الفلوس مو مهمة، العمل حقي صار مو مهم، يعني وصلت مرحلة انه ما في شيء مهم في الحياة، ما في شيء يعني يستحق انه نكمل عشانه. وكنت كل يوم اقول اليوم بكره بعد بكره كذا، ف يعني وصلت مرحله انه خلاص انا ما اقدر اكمل، لانه ما عاد اقدر، يعني ما عادت الشهره ما عادت تعطيني شيء، اللايف ما عاد يعطيني شيء، ما عاد عندي احساس الشغف الحب انه انا اطلع واتكلم واسولف مع الناس ويعني اسمع اسئله واجاوب، ما عاد عندي هذه الرغبه. وطبعا وقتها كنت كثير مشتغل على الجسد الفكري. اوكي ثانك يو حبيبتي انت اشراق سوية، كنت مشتغل على الجسد الفكري كثير، واعتقد انه في مراسي رئيسيه سقطت في الجسد الفكري. لما أتذكر السنة اللي راحت وقت ما أني قررت العزلة، أعرف أني أنا شخص، والآن أنا شخص مختلف تماما مختلف تماما. في كثير سألوا سؤال أنه هل هي هذا نداء الروح الثاني؟ ممكن، ما أقدر أتأكد لما خلص الأربعينيات أو على الأقل عدي 45، لما عدي 45 اقدر اقول اوكي هذا هو كان نداء الروح. بس السمات العامه هي كانت نفس السمات، انه انت ترجع تراجع حياتك، تشوف وش انت سويت، شو الانجازات اللي سويتها، وش الشيء اللي حققته بهذه الحياه، هل كانت الاشياء تستحق ولا ما كانت تستحق، القصه اللي انت عبرت فيها هل انت بتشيلها للمرحله اللي قدام ولا ما راح تشيلها، هل انت راضي عن الشعور اللي انت موجود فيه ولا لا. Thank you ساندرا. هل أنت راضي عن المستوى اللي أنت فيه؟ هل أنت راضي عن القصة؟ هل تبغى تكملها بهالطريقة؟ هل أنت مبسوط مو مبسوط؟ هذا يعني من أكبر الأسئلة اللي كانت موجودة عندي، إنه هل أنا مبسوطة في حياتي ولا لا؟ يعني هل القصة يعني جميلة؟ هل قصة سعيدة؟ شفت مثل هذه الأسئلة؟ وعاد تجيك مجموعة من الأسئلة الوجودية اللي انطرحت على الطاولة 100 مرة. تحس كل مرحلة يعني تنطرح عليك يعني قصة جديدة وأسئلة جديدة. الشيء الغريب اللي أنا ماي جاد، هذولا كلهم يبغون جولات. حبايبي انتم اسمعوا بنسولف، خلوا عنكم الجولات. طيب ها معاي ولا يقول انستغرام معلق؟ ما اعرف ليش. تقولك اللي يعلق يطلع ويدخل مره ثانيه شغال. اوكي طبعا لما تمر في مثل هذه القصص وتمر في هذه المرحلة وتختار انك انت تنظف جسدك الفكري، وتختار انك انت تشيل مرساة رئيسية من مراسي جسدك الفكري، وارد انه انت يعني ينهار الجسد الفكري. وهذا اللي صار، انه انا احس اني صرت سلطة، احس اني يعني كذا يعني تفككت الى 80 قطعة وبعدين رجعت اركب نفسي من جديد. طيب فهذا اللي صار باختصار، اني تفكفكت
ففي لحظة الفكفكة هذه ما كنت إني أنا أقدر إني أنا أكون مع الناس، ما كنت إني أقدر لا أكون لايف، ما كنت إني أنا أقدر يعني أقابل ناس في حياتي، يمكن في الأخير في آخر الوقت. فبعدها أحس إني قدرت أرجع وأشبك الأمور وأبني هوية جديدة وأبني فهم جديد للواقع وللقصة وللحياة اللي إحنا عايشينها. المهم واكتشفت إنه إحنا كنا عايشين شيء وإن السالفة شيء السالفة شيء ثاني تماماً. أوكي القصة كانت شيء وصارت شيء ثاني تماماً. فأنا كنت قايلة كذا صرت كذا يعني شيء مختلف تماماً يعني. وفي هالعزلة طبعاً كثير يعني كثير صار عندي لحظات أها مومنت، لحظات كذا يعني وات كذا يعني لحظة تقول نعم وأحس كل شيء يعني فهمت الآن بطريقة مختلفة غير اللي كنت أنا فهمت قبل. قصص قصص يا جماعة، قصص قصص. سافرت تايلاند، سافرت بالي صارت لي قصة في بالي بغيت أهج من بالي بس عاد ما هجيت قلت التفاصيل في المادة المجانية. وسافرت الهند، سافرت الهند وين بعد رحت؟ سافرت اليابان قابلت ناس كثير جدد في حياتي كثير. السنة هذه أحس أني كأني كنت في قطار الموت، عرفتوا؟ كأني كنت في قطار الموت. تقول نفسي أروح بالي، ترى أنا ما اقترحت أنك تروحين بالي، أنا قلت أنا رحت البالي وبغيت أهج كأني كنت في قطار الموت يعني كذا. في أشياء تقولين أوه ماي جاد، في أشياء تقولين أوه يا، وفي أشياء أشياء ما أعرفها، أشياء جديدة، أشياء مو واقعية، أشياء مو حقيقية، أشياء ما بين الحقيقة والخيال، كذا كأني في قطار الموت حرفيا. كأني في قطار الموت. في لحظات كثيرة توقعت أني أنا بمشي بودع، في لحظات كثيرة توقعت أنه أصلا القصة هي قصة نهاية، لدرجة أنه أنا كلمت مغاسل الموتى أبغى أروح أغسل الموتى عشان تعرفون القصة وين 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 راحت. قلت أوه أكيد إني أنا مودعة يعني، أكيد القصة خلاص يعني طورتي من أفكارك. أوه مو لا مو الموضوع مو الموضوع أفكار، أنا شفت كامل يعني من اليوم إلى 20 سنة قدام راح أتكلم لكم شيء جديد ومختلف تماما عن الحياة صدق صدق. راح تسمعون مني حاجات جديدة حاجات جديدة تماما